السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم مصطفى. ازيكم؟ وحشتوني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الزغلول اللي فطمناه بيحاول يرجع للأهالي، شوف الأهالي بتضربه ازاي. يبقى انت لازم تاخد بالك وتشيل الزغلول من أهالي بعد ما يكون، قبل ما يفقسهم البيض الجديد. فطبعا هو دلوقتي مركز خلاص في بيضه الزغلول الجديد، يشيله قبل ما يموت الزغلول الصغير. ونقفل السلاكة عليه. هو طبعا دلوقتي خلاص الزغلول الكبير لا يعتمد على نفسه، فهو الذكر بيطرده بره العش بتاعه علشان يركز للزغلول الصغير. شايفين ما شاء الله بيحاول يأكل زغلوله. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. هنشوفه هو بيحاول يأكل زغلوله. بسم الله ما شاء الله، الزغلول لسه فائس من يمكن من ساعات، بيحاول يأكل زغلوله. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. اللحم راجل يا جماعة، ودي النتاية بتاكل هناك اهوت. عملت لك برضو فيديو قصير لتبديل الذكر والنتاية وهما بيبدلهم على البيض، بالذات في القص ده كمان كان بيبدل على البيض في اللحظة اللي انا صورتها. فيديو كده شورتس، فيديو قصير يعني اقل من دقيقة، شوفه هتلاقي عجبك جدا الفيديو. أرجو يكون عجبك الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.